شخص يسأل عن شرح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري والبيهقي وغيرهما من حفاظ الحديث. وكان أي لفظة كان في اللغة تأتي للأزلية وتأتي للحدوث، فكان الأولى في هذا الحديث الشريف للأزلية، أي أن الله تعالى كان وحده في الأزل، أي أنه لا بداية له، ولم يكن في الأزل سوى الله تعالى، لم يكن سماء ولا أرض ولا نور ولا ظلام ولا مكان ولا ملائكة ولا إنسان، فكان الله تعالى وحده في الأزل بلا مكان، والله لا يتغير، فهو سبحانه موجود أزلا وأبدا بلا مكان، لأنه ليس جسما. وكان الثانية في هذا الحديث في قوله عليه السلام وكان عرشه على الماء، أي حدث عرشه، أي أن الله تعالى خلق العرش من الماء وجعله فوق الماء وهو فوق الجنة. والعرش أمره كما قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فضيلة الشيخ، يقول بعض المشبهة لأهل الإيمان إذا قلتم الله موجود بلا مكان فقد نفيتم وجوده، فما هو الرد على هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، هذه عقيدة الرسول وعقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وهذه الكلمة تفهم من القرآن الكريم، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالموجود في مكان يكون حجما، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، والحجم لا يكون إلها، لا يجوز أن يكون الحجم إلها لأنه مخلوق. والمكان كما قلت هو الفراغ الذي يملأه الحجم، أو هو الجسم الصلب الذي يكون عليه حجم، يعني الإنسان إذا كان جالسا على كرسي مثلا فهذا الكرسي مكان لهذا الإنسان، والفراغ الذي شغله هذا الإنسان الذي هو حجم أيضا هو مكان له. إذن كل ما كان في مكان فهو حجم. قال تعالى هو الأول، أي أن الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وما كان موجودا بلا بداية يكون موجودا قبل كل شيء، قبل الزمان وقبل المكان، قبل العرش وقبل السماء وقبل الجهات. فإذن الله كان موجودا في الأزل بلا مكان، وما زال موجودا بلا مكان، لأن الله لا يتغير. فعلى مقتضى كلام المشبهة يكون القرآن نافيا لوجود الله والعياذ بالله تعالى. ويقال للمشبهة أيضا إنكم بقولكم هذا جعلتم الرسول صلى الله عليه وسلم نافيا لوجود الله، لأن الرسول نفسه هو علمنا وأفهمنا أن الله موجود بلا مكان حين قال كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري وابن الجارود وغيرهما. فالرسول هنا أثبت أن الله كان موجودا في الأزل ولم يكن شيء غيره، ومعلوم عند جميع العقلاء المؤمنين أن الله يغير ولا يتغير، حتى العوام عندنا يقولون سبحان اللي بيغير وما بيتغير. فلا يزال الخالق سبحانه وتعالى موجودا بلا مكان. ويقال بعبارة سهلة كما قبل العقل وجود الله تعالى قبل خلق المكان بلا مكان، يصح ويقبل العقل وجود الله تبارك وتعالى بعد خلق المكان بلا مكان، وهذا لا يكون نفيا لوجود الله تعالى. كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، كان الله ولا مكان.